تطلب صلاة ولمين؟ أنا بحب الأشرار، يعني اللي ما سلموا قلبهم ليسوع، يسلموا قلبهم ليسوع كرمال ما يروحوا على الهال، يعني على الجحيم، يروحوا على الجنة، يعني الهفن. إنه يتغير، لأنه يعني مرات أنا بعصب كتير بالبيت، فبدي أتغير هيدا الشيء، بدي أغير هيدا الشيء. إنه يكون قلبي أبيض وكتير، يعني يكون مع الرب، يكون إنه ما يكون يعني شريرة يعني كتير، يعني إنه يكون مهضومة، يكون يعني قلبي للرب وهيك. بصلي مشان شغلتين، إنه الأولاد اللي بيكونوا كتير هيك مأذيين بالطريق، يكونوا هيك عم يعيشوا حياة مثلنا، عم بياخدوا حقوقهم. وبصلي مشان إنه التنمر يوقف كمان، لأنه شيء كتير بشع التنمر. عن عالم يلي على المستشفى، وأنا بصلي على العالم يلي على بيت المريضين كمان، الأولاد كمان. أنا أكتر صلاة اللي بتمناها إنه الصلاة اللي بدي إياها أنا، إنه كل ما تروح كورونا. بحب صلي إنه خلي عندي جوات سلام، إنه الأوضاع البلد تصير منيحة ويرجع كل شيء مثل زمان. بحب صلي لبلدي العراق إنه الرب يحميهم. بحب صلي للناس تكون فرحانة وما حدا يكون زعلان.